السلام عليكم شباب، إن شاء الله تكونوا بخير. هاي المحاضرة عاشرة من محاضرات النيرف أند مصل، وتعتبر المحاضرة الثانية من محاضرات المصل. تمام، فهذه المحاضرة راح نحكي بيها عن الكونتراكشن مع المصل فايبر، من يجيها الإعاز العصبي لحد ما ينقل هذا الإعاز داخل العضلة ويصير عندي كونتراكشن. لها عدة تسميات، هاي العملية يسمونها مرات السلايدنج فيلمنت، او يسمونها مثلا مرات انه هي ربطها بين الكونتراكشن والاكسايتيشن، فيسمونها اكسايتيشن كونتراكشن كابلنج. فراح نحكي هسه نشرح عن الاكسايتيشن كونتراكشن كابلنج، انه من يجيني اعاز عصبي لحد ما صار عندي كونتراكشن. اوكي، فنبدي من البدايه كلش، يعني من لحظه توليد هذا الاعاز العصبي. قلنا احنا شنو عندنا كعضلات هيكليه، فهي تاخذ الانرفيشن من الموتور نيورون. اوكي، من الموتور نيورون. شو هذا الموتور نيورون؟ الموتور نيورون موجود وين؟ موجود بالسباينال كورد. اوكي، هذا ناخذ مقطع كروس سكشن من السباينال كورد، يكون بهذا الشكل. فالسباينال كورد بهذا الشكل تقريبا، ويكون تقسيم السباينال كورد. طبعا السباينال كورد حيتقسم انتيرير هون و بوستيرير هون، فهو وين موجود؟ موجود بالانتيرير هون. اوكي، هذا هو ناخذها، هذا موتور نيورون. نيورون يعني هنا موجود السيل بودي مالته. وين موجود؟ موجود بالانتيرير هون مال سباينال كورد. تمام، فراح يجي يطلع لنا من عنده شنو؟ حيطلع من عندنا فايبر. اوكي، نوع الفايبر اي الفا. اوكي، يكون سريع جدا، اسرع انواع الانرفيشن. تمام، هذا حينتقل بيه الاكشن بوتنشال. مين يجيني اكشن بوتنشال؟ حينتقل عن طريق هذا الاكزون، يمشي يروح للعضلة المحددة. طبعا بنهاية كل اكزون شنو عندنا؟ عندنا الاكزون تيرمينال، فنوضحها بهذا الشكل. هاي عندي هي نهاية الاكزون، وبيش نهايته؟ نهايته عندي هو الاكزون تيرمينال. تمام، هاي نهايته. الجهة المقابلة، اوكي، قلنا كل نيرف حيتقسم، طبعا هو يتقسم مو بس واحد، يتقسم عدة اكزون تيرمينال. اكزون تيرمينال من هاي الجهة، واكزون تيرمينال من بعد من جهة ثانية ومنه. فالاكزون تيرمينال يكون متعدد، يعني كل نيرف ينطيني اكزون تيرمينال بنهايته هواية. اوكي، وكل واحد منهن يغذي مجموعة من المصل فايبرز. اوكي، فناخذ هسه شنو عندنا؟ عندنا خلية عضلية مفروض مقابلها، فنرسم هاي الخلية العضلية بهذا الشكل. تمام، واكو شي بيها شنو قلنا؟ بيها شلون قنوات مستعرضه، سميناها تي تيوبيول. تمام، او ترانسفيرس تيوبيول. تمام، هسه نجي على المكونات. هسه هذا عندي هو النيرف، هذا هو هنا باللون الاصفر هو النيرف، وباللون الاحمر هو المصل، والفراغ اللي بيناتهم شنو يسمونه؟ يسمونه كليفت، سينابتك كليفت. تمام، هاي كلها شي يسمونها؟ يسمونها سينابس. اوكي، او يسمونها نيورو ماسكولار جاكشن، حكينا عليها بالمحاضرة الثامنة، ما بين النيرف اللي يصير هو بري سينابتك، اوكي، والكليفت، اوكي، والمصل اللي هو يسمونه بوست سينابتك. فنجي نحكي شو منها عندي موجود. كنا هنا عندي موجود عبارة عن قنوات، اقصد فيزايكل، حويصلات. هاي الحويصلات تحتوي على مادة كيميائية، هاي المادة الكيميائية اسمها استال كولاين. تمام، وهنا شنو عندي؟ عندي ريسبترات معينة تستقبل الأستال كولاين. اوكي، يكون نوعها ليجند، أستال كولاين جيتد شانل. تمام، وعندي بهم أيضا قنوات ثانية. هسه نجي نحكي على القنوات. هنا شنو عندي بها؟ هنا قنوات، قلنا عندي قنوات الصوديوم، دخل صوديوم، صوديوم فولتج جيتد شانل. من صنع عندي أكشن بوتنشال، هنا ينتقل الأكشن بوتنشال. اوكي، من يمشي؟ يعني انا انطي اعاز عمود العضله تمشي، فحيمشي الاعاز العصبي عن طريق الاكزون كله، يوصل الاكزون ترمينال عن طريق شنو؟ عن طريق ويف من الديبولاريزيشن، يعني موجات من دخول الصوديوم من الايونات الموجبه. اوكي، هاي الايونات الموجبه حتحفز لي قناه ثانيه اللي هي قناه الكالسيوم. موجوده وين هاي قناه الكالسيوم؟ موجوده بس بالاكزون ترمينال. وين موجوده؟ بالاكزون ترمينال، اسمها كالسيوم جيتد فولتج جيتد شانل. حتدخل الكالسيوم الى داخل الخليه،
الكالسيوم شنو وظيفته؟ الكالسيوم وظيفته انه يخلي هاي الفازايكل يربطها بمن؟ يربطها بالسيل ميمبرين. فبالتالي شو حيصير عندي هنا؟ حترتبط بهذه الطريقة. ثواني حيرتبط بهاي الطريقة، تمام؟ فمكونات الفازايكل هاي وين حتفرق؟ حتفرق بالكليفت، تمام؟ وين حتوقع؟ حتوقع على الريسبترات. شو راح يصير عندي؟ حتدخل الايونات الموجبه تنفتح، لان هاي بيها بوابه، وهاي البوابه بس هاي البوابه، تمام؟ وهاي البوابه بس يعني يقعد الاستال كولاين على الريسبتر راح تنفتح، تمام؟ حتنفتح هاي البوابه. اذا انفتحت البوابه شنو راح يدخل لي؟ حتدخل الايونات الموجبه مثل الصوديوم، تمام؟ وايش صار عندي؟ عندي يدخل كالسيوم، اوكي، شحنات موجبه، ويطلع قليل بوتاسيوم، اوكي، صوديوم وكالسيوم. هذين شو راح يسوون اذا اخذنا مخطط؟ اوكي، اخذنا مخطط، فهذين شو راح يسوون؟ حيسوي لي فد شحنات موجبه تدخل، اوكي، لان انا عندي ريستنج ميمبرين بوتنشال مال موصل تقريبا هو سالب 90، اوكي، يكون شت مختار سالب 90 هو ريستنج ميمبرين بوتنشال، اوكي. مين دخل؟ حيوصله قريب على الثريشولد، بس ما يوصل للثريشولد. هذا قبل لا يوصل للثريشولد شو يسمونه؟ يسمونه اند بليت بوتنشال. من يوصل للثريشولد اللي هو مقداره اعتقد سالب 50 سالب 55 حيصعد، يصير عندي كونتراكشن. شنو سبب هذا الصعود السريع؟ سببه هذا مو قنوات مال استال كولاين ريسبتور، لا، عندي شنو سببه؟ هو انه عندي صوديوم فولتج جيتد شانل. هاي صوديوم فولتج جيتد شانل تنفتح من يوصل للثريشولد، وراح يدخل الصوديوم كميه كلش كبيره، اوكي. صار شنو عندي؟ صار عندي اكشن بوتنشال صوديوم. صوديوم هو عباره عن شحنات موجبه، فهاي الشحنات الموجبه حتبدا تنقل، تمام؟ حتبدا تنقل وين؟ بالتي تيوبيول. هنا شنو عندي؟ ركز لي، هاي بعدين نرجع لها، بس خلينا نكمل. شنو مكونات المصل؟ المصل بالمقطع قبله مكونات المصل شنو كان عندي؟ كان عندي فد تركيب، اوكي، قلنا انه عندي شنو؟ ساركومير. كل ساركومير، اوكي، متكونه من مايوفيبرل. المايوفيبرل هو عباره عن شنو؟ عباره عن ثيك فيلمنت وثين فيلمنت. الثيك فيلمنت متمثله بمن؟ متمثله بروتين اسمه المايوسين، اوكي، تكون بيه قلنا هيد ونيك وتيل. التيل مالته هذا، وهذا هو الهيد مالته، تمام؟ هذا هو المايوسين. وعندي، خلينا نمسح هاي هنا، تمام، وعندي الاكتين. الاكت او الثين فيلمنت متكون من ثلاث بروتينات، اكتين وتروبونين وتروبومايوسين، تمام؟ فنمثله بهذا الشكل. شنو عندي؟ عندي هذا هو الاكتين. الاكتين هو باللون الازرق صاير، واكو شيء مغطي اسمه شنو؟ اسمه ترابو مايوسين، تمام؟ هذا الترابو مايوسين يمنع المايوسين انه يرتبط بالاكتين. الاكتين اللون ازرق، خلينا نسميهن اللون ازرق هو اكتين، واللون اخضر هو ترابو مايوسين. وعندي واحد اسمه تروبونين، هذا تروبونين يرتبط بثلاثتهن، يرتبط بالاكتين من جهه، ويرتبط بترابو مايوسين، عنده جهة يرتبط بيه يرتبط بالكالسيوم، تمام؟ بعدين نوضحها بصورة أكثر، أوكي. وهذا الأحمر شنو اسمه؟ اسمه مايوسين، تمام. وعندي قلنا أكو فد شبكة بلازمية اسمها ساركوبلازميك ريتيكولوم، اسمه لونجيتيودينال تيوبيول. هاي شنو وظيفتها؟ هاي القناة قلنا إنه بيها سيسترني وسيسترنوس، تكون قريبة على منو؟ على التي تيوبيول، أوكي، قريبة على التي تيوبيول. هاي شو اسمها؟ اسمها ساركو بلازميك ريتيكولوم. هاي شنو وظيفتها؟ هاي هي عبارة عن مخزن
الكالسيوم. شون أنا من أمثله؟ أمثله بشكل أنه شون السجن، وهذا السجن حابس أو إيه حابس اللي يسمونه الكالسيوم. أوكي، فهنا بداخله شنو أكو عندي؟ بداخله عندي كالسيوم، هو تركيز كالسيوم كلش عالي، تمام، تركيز الكالسيوم كلش عالي. وعندي بوابتين، أوكي، واحدة اسمها الرينيدين والهيدرورينيدين، أعتقد DHP ريسبتر، وعندي شو يسمونها الROIR الرينيدين والديهايدروبرينيدين، أعتقد هيك أساميهن. إذا هاي رجوع على المحاضرة السابقة موجود به الأسماء مالتهن. أوكي، فهاي البوابة اللي هي DHP هنا موجودة DHP. أوكي، DHP هاي DHP عبارة عن Voltage Gated Channel، تجيها فولتية تفتح، تمام تمام. وعندي بوابة ثانية اللي هي قلنا الرينيدين اللي هي RYR نختصرها، تمام. هاي ايش بيها؟ هاي تكون ميكانيكال جيتد شانل، تمام. او اكو يعني مصادر شلون تمثلها، مثلها انه هذا هو الدي اتش بي وهذا هو يسمونه الRYR، وبي بوابة، وهاي البوابة مرتبطة هيك شلون حبل او واير مرتبطة بالRYR. اوكي، هسه نوضحها شلون بالضبط. فمن صار عندي اكشن بوتنشال بالمصل، اكشن بوتنشال بالمصل شو راح يسوي؟ هذا الاكشن بوتنشال راح يوصل وين؟ للتي تيوبيول. التي تيوبيول شنو بيها؟ تحتوي على الدي اتش بي. هذا شو راح يسوي؟ هذا الدي اتش بي راح يسحب الRYR ويخليها تفتح. اوكي، شو راح يسوي؟ حيسحب الRYR. هيسحب الRYR. فش سوى؟ سوى بيها فتحة هنا بالمكان كان بي. فمعنى شو راح يصير عندي؟ راح يطلع الكالسيوم للخارج. اوكي، وين صار الكالسيوم هسه؟ صار بالانتراسيليار فلويد داخل الخلية، بالاكزو اقصد بالساركوبلازم. اوكي، او بعض المصادر شلون مثلتها؟ انه هذا من تجي شحنة موجبة. اوكي، فش يسوي؟ هذا الحبل او الخيط حينفتح، ينجر، يعني يصير بيه شيط قوي. وش راح يصير؟ حيتنفتح البوابة. اوكي، ويطلع شنو هم؟ يطلع عندي الكالسيوم، ويطلع الكالسيوم. بالتالي الكالسيوم من صار زايد؟ الكالسيوم صار زايد بالسيتوبلازم مال الخلية العضلية. بس هاي الصورة شوف توضحها، انه شاه هنا بهالحالة دي بلاز، فالبوابة هاي البوابة مسدودة. من يجي لي اكشن بوتنشال، اوكي، وصار عندي تغيير بالفولتية، فالدي اتش بي ريسبتر حينفتح. شي يسبب لي؟ يسبب لي انفتاح بالار واي ار شانل. اوكي، فهاي هي الطريقة، فحيطلع الكالسيوم للخارج. صار الكالسيوم وين موجود؟ طلع من السجن. شلون انا عندي سجن وفتحت البوابة مال السجن والسجناء كلها طلعت، اوكي، يعني هو سجن وانفتحت البوابة، فالسجناء شبيهم كلهم حيطلعون بسرعة، فهذا اللي جاي يصير بالخلية. من صار عندي الكالسيوم شنو هنا؟ الكالسيوم بالضبط سوى؟ هاي كلش مهمة عملية. الكالسيوم شنو اللي سواه؟ انا عندي هنا شنو عندي؟ عندي اكتين، قلنا هذا هنا عندي شنو؟ عندي الاكتين. اوكي، هذا الاكتين، وهذا الاكتين مغطى بشنو؟ مغطى بالتروبومايسين، يمنع ارتباط بمن؟ يمنع ارتباط المايوسين بي، صح؟ يمنع ارتباط المايوسين. فاكو فد بروتين ثاني، اوكي، او هو يعني اي بروتين، هذا البروتين شو اسمه؟ اسمه تروبونين. هذا تروبونين بي ثلاث سايدات، اوكي، ثلاث ارتباطات. واحد من الارتباطات مالته يرتبط بمن؟ يرتبط بالاكتين. واحد من الارتباطات وين يرتبط؟ يرتبط بالتروبومايسين، بالتروبومايسين. واحد من الارتباط بمن يرتبط؟ يرتبط بالكالسيوم. فمن راح يجي عندي الكالسيوم ويقعد بهذا السايد مالته،
يقعد وين؟ بالتروبونين. هذا شنو اسمه؟ تروبونين. بونين شو راح يسوي؟ راح يتغير شكل هذا البروتين التروبونين. شو يسوي؟ راح يسحب التروبومايسين. فمن سحب التروبومايسين سوى؟ سحب التروبومايسين خلى الاكتيف سايد مال الاكتين مفتوحه. فسوى شو راح يجي؟ هيجي المايسين يرتبط بالاكتين. نيجي نراجع على السريع، انا شنو عندي؟ عندي تروبونين، تروبونين مرتبط بثلاث شغلات، مرتبط بالاكتين، مرتبط بالتروبومايسين، ومرتبط بمن؟ مرتبط بالكالسيوم. ثلاث اتجاهات. من يجي الكالسيوم عن طريق انه فتحت هاي القنوات اللي فتحت السركوبلازم كريتيكولوم اللي هو السجن مال الكالسيوم، اوكي، وحررت السجناء، حررت الكالسيوم منه، سوى الكالسيوم حيرتبط بمن؟ بالتروبونين سي اللي هو السايد مالته يرتبط به. فارتبط هنا، ايش راح يسوي؟ حيتغير شكل البروتين ويسحب منه، حيسحب التروبومايسين على صفحه، اوكي، يسحب على صفحه، يخلي الاكتيف سايد مال الاكتين ايش بيها؟ مفتوحه. فشو يسوي؟ يجي اللي يسمونه، يجي المايوسين يرتبط بمن؟ بالاكتيف سايد. شنو العمليه مال كونتراكشن؟ هاي اسمها، اسمها الاكسايتيشن كابلنج، اكسايتيشن كابلنج، اكسايتيشن كونتراكشن كابلنج. تمام، هاي الحتسه ان شاء الله تكون واضحه. راح نجي على الميكانيزم مال كونتراكشن، شلون العضله تقصر. فنجي نمثلها، عندي انا شنو عندي؟ عندي انا هو المايوسين، اوكي، افترض هاي عندي مايوسين، رقمهن 1 2 3، وانا شنو عندي؟ عندي هنا الثين فيلمت اللي هي الاكتين، هم رقم الاكتين، ثواني، رقمهن 1 2 3، واعتبروا لي هذا هو منتصف هذا الام، هاي منطقة المنتصف، يعني عندي من جهة الثانية هم اكو مثل هاي، شوف وين هو منطقة الام؟ هاي منطقة الام، فعمود اوضحكم انا وين جاي اشرح بالضبط. هاي هي الام لاين، صايرة بالمنتصف الام لاين. فانا ايش راح اخذ؟ راح اخذ هذا الجهة واكبره، راح اخذ هذا المقطع واكبره هنا واوضحه، اوكي، هذا هو الام لاين مالتي. فايش راح يصير عندي؟ اول شيء قلنا احنا؟ قلنا عندي هذا شنو؟ مغطى بشنو؟ مغطى بتروبومايوسين. واللي يسمونه المايوسين بشنو يحتوي لي؟ يحتوي لي على اي تي بي، اوكي، متصل بشنو؟ متصل لي باي تي بي، اوكي، اي تي بي يعني بشنو؟ بيه 3 فوسفات، اوكي، 1 2 3، 3 فوسفات بيه. خلنا نزغر الخط عمود تكفي صفحه عمود الشرح، اوكي، اي تي بي محتوى عن شنو؟ يحتوي على 3 فوسفات، 1 2 3. من اجى الكالسيوم شو راح يصير؟ قلنا، قلنا هذني حيروحن، يروح مكان بعيد، اوكي، يسحب هنا التروبونين. فايش خله؟ خله معرض انه المايوسين يرتبط به. بس ركز لي، ما دام المايوسين مرتبطه بالاي تي بي معناها شنو؟ معناها ديتاتش، يعني ما متصل، ما يتصل. ما دام المايوسين مرتبط بالاي تي بي فمعناها انه ما راح يقدر يرتبط بالاكتين. كل مايوسين مرتبط باي تي بي ما راح يقدر يرتبط بمن؟ بالاكتين. فايش راح يسوي؟ عندي انزيم موجود داخل اللي يسمونه، يعني داخل الهيد مال المايوسين، اسمه الاي تي بيس، اوكي، هذا ايش راح يسوي؟ راح يسوي لي هايدرولايز للاي تي بي، يحوله الى اي دي بي زائد فوسفات، اوكي. فنيجي هنا، ثواني خلينا نمسح هاي، نجي للحالة الثانية، اوكي، شنو عندي انا؟ عندي مايوسين اوكي، وعندي قلنا الاكتين، والاكتين فتح مات الاكتيف سايد، 1
واحد اثنين ثلاثة. تمام، هنا هم واحد اثنين ثلاثة. هاي العملية شو حيصير عندي مرتبط؟ حيصير عندي مرتبط بالمايوسين ADB. ADB شنو معنى؟ يحتوي على اثنين فوسفات زائد أورجانيك فوسفات مرتبطة بي اللي PI أورجانيك فوسفات. هاي العملية مال هايدرولايز شو راح تسوي لي؟ أوكي، راح أجي أمثلة هنا بصورة ثانية عمود تكون أوضح. هاي العملية إذا شفت المايوسين مرتبط ب ADB زائد أورجانيك فوسفات، شنو معناها هاي؟ معناها المايوسين راح يرجع لورا ويرتبط بالأكتين، يرجع لورا ويرتبط بالأكتين. شلون حيرجع لورا؟ هسه أوضح لك شلون. أوكي، هذا عندي شنو؟ هذا عندي هو المايوسين. أنا وهاي هنا شنو عندي؟ عندي الأكتين. قلنا هذا رقم واحد اثنين ثلاثة، وهذا هم واحد اثنين ثلاثة. شنو راح يصير؟ رقم واحد هذا المايوسين رقم واحد شو راح يسوي؟ راح يرجع لورا ويرتبط بمن؟ ويرتبط بأكتين رقم اثنين. ورقم اثنين المايوسين رقم اثنين حيرجع لورا أوكي ويرتبط بمن؟ يرتبط بالأكتين رقم ثلاثة. ورقم ثلاثة حيرجع لورا يرتبط بمن؟ يرتبط بالأكتين رقم أربعة. وهكذا هاي العملية شنو معناها؟ شنو كان يحتوي المايوسين؟ يحتوي على ADP زائد أورجانيك فوسفيت. أوكي، فعملية الهايدروليز. أوكي، هسه قلنا إذا الـ ATP متصل، قلنا كل ATP نكتبها عمود تبقى ببالكم، كل وهاي ملاحظات مهمة يعني هم كتبوها. إذا الـ ATP متصل بالمايوسين شنو معناها؟ معناها ديتاتش. ديتاتش يعني معناها المايوسين ما مرتبط بالأكتين. إذا صار عندي هايدروليز، أوكي، هاي عملية يسمونها شنو؟ هنا هايدروليز نكتبها هايدروليز. تمام، كل هايدروليز شو راح تسوي لي؟ ما دام عندي أورجانيك فوسفيت وأي دي بي شنو معناها؟ معناها راح يرجع لورا الرأس مالته، راح يرجع لورا ويرتبط بالأكتين. هسه صار هذا باعتبار هسه مرتبط، أوكي، أكو كونكشن بيناتهم. أوكي، شو وقت هذا صار كونكشن؟ ورا ما صار عندي هايدروليز لـ ATP إلى ADP زائد أورجانيك فوسفيت. هسه شنو راح يصير؟ راح أسوي ريليز أو أطلق منه، حطلق الأورجانيك فوسفيت. أوكي، شو راح أسوي هسه؟ راح أخلي الأورجانيك فوسفيت تطلع ترجع، أوكي، تطلع للخارج، أسوي لها ريليز. شنو هاش راح يصير بالضبط؟ خلني أجي أوضحها بهاي الصورة. عندي هذا الأكتين رقم واحد، وهذا ثواني، هذا أكتين رقم واحد، وهذا رقم اثنين، وهذا رقم ثلاثة، وهذا المايوسين رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثة. هنا شنو راح أسوي؟ بس خلنا أوضح أكثر. هذا هنا ارتباط بمن؟ ارتباط بالهيد. أوكي، صار عنده مرتبط بشنو؟ مرتبط بس بADB، مرتبط بس بADB، والفوسفات سوى لها ريليز. شنو معنى هاي العملية؟ كل ما أسوي ريليز للPI، كل ما أسوي ريليز للفوسفات، شنو معناها؟ حيصير عندي طاقة اسمها الباور ستروك. أوكي، الباور ستروك، هاي الباور ستروك شو حتسوي؟ حتدفع الأكتين، خيوط الأكتين تقربها للأملاين. ايش راح تسوي هاي؟ حتخلي هذا هنا عندي الام لاين. اوكي، فايش راح اسوي؟ حتدفعه نحو الام لاين. اوكي، تدفع الاكتين نحو الام لاين. فشلون صارت؟ مثلا بهاي الصوره هذا هنا حيرتبط، وش يسوي؟ يقرب الاكتين نحو الام لاين، يقرب الاكتين نحو الام لاين. تمام، اوكي، هسه ايش سوى؟ حيدفع الأكتين نحو الأملاين. نجي نوضحها مرة ثانية على مود تكون واضحة.
هذا عندي شنو؟ هذا عندي هو المايوسين. اوكي اوه بس ثواني، هذا هو الاكتين، وسوى هو دفعه، فصار مواته صار الراس لقدام تقدم لاندفعه. اوكي هسه شنو حيصير؟ قلنا وين هذا؟ هذا رقم واحد، وهذا هنا رقم اثنين، وهذا رقم ثلاثة. اوكي وهنا رقم اربعة نقول. تمام دفعه هسه وراه شو يصير مرتبط بشنو؟ مرتبط قلنا ب A D B. هاي القوة شو يسمونها؟ يسمونها power stroke، قربة المن للأم لاين. كل ما قربة للأم لاين نحو الأم لاين مع صار بالخلية صار بيها shortening، العضلية صار بيها قصر. يعني قصر شو معناه؟ من تقصر العضلة معناها صار contraction، هي عملية contraction. زين بعد ايش راح يصير؟ ال A D B حيصير بي release. اوكي ال A D B حيصير بي ريليز، وترتبط الخلية بمن؟ ترتبط الخلية يجيها شنو؟ راح يجيها اي تي بي. اذا الخطوة الاخيرة يسوي ريليز للاي دي بي واضيف اي تي بي. اذا اضفت اي تي بي شنو معناها؟ الخلية صار بها ديتاتش، يعني قامت ما شنو؟ عافت الارتباط بمن؟ عافت الارتباط بالخلية. بس شنو صار هنا؟ صارت هاي قربتها هسه بالضبط، نعيدها، صارت هاي رقم واحد، وهاي رقم اثنين، وهاي رقم ثلاثة، وهاي رقم أربعة. فمن أسوي اتصال شو راح يصير؟ يعني كذا قربتها هاي رقم واحد، هنا رقم واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة. فهاي من راح ترتبط رقم واحد بمن حيرتبط بعد؟ حيرتبط برقم ثلاثة بالكونتراكشن الجاي، ورقم اثنين بمن حيرتبط؟ حيرتبط برقم أربعة، ورقم ثلاثة حيرتبط رقم خمسة. فبهاي الطريقة ايش صار عندي؟ صار عندي شورتنينج. اوكي نجي نوضحها هنا همه بهاي الصورة السريعة. صار عندي انا هاي هنا رسم من مصدر. اوكي اول شيء بحالة الاتاتش ستيت انه هو مرتبط، قلنا ما دام اتاتش ستيت معناه شو؟ مرتبط باي دي بي. فاول شو راح اسوي هنا؟ راح اربطه بمن؟ اربطه ب شنو؟ اربطه باي تي بي. اذا ربطته باي تي بي شنو معناه؟ صار عندي ديتاتش. كل ما اربطه باي تي بي معناه شنو؟ ديتاتش. شوف هنا المايوسين بما مرتبط؟ مرتبط باي تي بي، معناه شنو؟ صار ديتاتش عن الاكتين، ما مرتبط بالاكتين. فيقول لك الاي تي بي بايند تو مايوسين هيد. اوكي من الاي تي بي يرتبط مايوسين كوزينج ذا ديسك سوشيشن اوف ذا اكتين مايوسين كومبلكس، حيفصل الاكتين عن المايوسين. اوكي شو حيصير بعدين؟ حيصير عندي الـ ATP is hydrolyzed، يتحلل causing myosin head to return their resting conformation. اوكي ايش حيصير هنا؟ across a bridge، هاي اللي وصل across a bridge اللي هي يرجع لورا ويرتبط. هذا الارتباط، هذا الارتباط شو يسمونه؟ يسمونه cross a bridge. اوكي cross a bridge. اوكي اتصال cross bridge form on the myosin head bind to a new position on actin. اوكي وراها صار قلنا ارتبط رجع لورا انه هو كان متصل بهاي بالبداية. اذا اعتبرنا هذا رقم واحد وهذا رقم واحد وهذا رقم اثنين، فرجع لورا ارتبط بمن؟ رقم واحد ارتبط برقم اثنين. المايوسين رقم واحد بمن ارتبط؟ ارتبط بالاكتين رقم اثنين. وراها شو راح اسوي؟ راح اسوي ريليز للفوسفيت. اذا سويت ريليز للفوسفيت بشنو؟ حيصير عندي قوة اسمها الباور ستروك ستيت، حيدفع على قدام. وراها شو يصير؟ ال ADB ريليز ويدخل عندي ATP وتنعاد الدورة. هنا شنو عندي؟ عندي عدة مصطلحات انو انا قربتهن. اوكي ذكر عندي ال H زون وال I band وال A band. اوكي هذني شنو هن؟ نسويهم مراجعة السريع. ال A band اعتقد اكو صورة اوضح، هاي الصورة. اوكي هاي الصورة تمام. هاي هذا عندي اول شيء الـ A band هي المنطقة اللي يحتوي على شنو؟ تحتوي على thick filament. اوكي الـ I band هي المنطقة اللي ما تحتوي على thick filament واللي من ضمنها شنو؟ ضمنها الـ thin filament.
وقلنا بينات شنو زد ديسك. زد ديسك هو بين زد ديسك وبين زد ديسك هي اللي يسمونها شنو المسافة الساركومير، مساحة الساركومير هذا كله يسمونه ساركومير. إذا الساركومير هو يقع ما بين زد ديسك وزد ديسك، فهنا شنو عندي؟ عندي اثنين ساركومير، تمام تمام. وعندي الأدزون. الأدزون شنو الأدزون؟ اللي هو المسافة ما بين اثنين أكتين أو اثنين ثين فيلمنت، تمام، اسمها الأتش زون. فأنا أتخيل عندي شنو صار بالضبط. اللي صار عندي إنه هذا المايوسين سحب الأكتين نحو الأملاين. شنو صار عندي؟ صار عندي إنه الأكتين اتصل بالثين فيلمنت، المايوسين اتصل بالثين فيلمنت، اتصل بالأكتين ودفع على قدام. معناه شنو؟ معناها تقرب الثين فيلمنت، تقرب نحو منو؟ تقرب نحو الأملاين. زين سؤال، بحالة الكونتراكشن الأتش زون هيقل ولا لا؟ الأتش زون هي المسافة بيناتهن، أوكي؟ الأتش زون هي المسافة بيناتهن. إذا هذني بالكونتراكشن تقربن على بعض، معناها شنو؟ معناها إنه تقربن على بعض، معناها المسافة بيناتهن قلت، معناها الأتش زون قل، تمام تمام. زين هنا الآي باند هم راح يصغر، ليش؟ لأن هذا كله حذف على قدام، فالآي باند هم راح يقل، أوكي. والزد ديسك شبيه حصر حيتقرب من بعض. فنشوفنا بالحالة مال كونتراكشن، صار عندي كونتراكشن جزئي، صار هاي تقدمت لقدام الثين فيلمنت، أوكي. معناه شنو؟ معناها الأدزون قل والآي باند هم قلت، أوكي، اللي هي عبارة عن الثين فيلمنت، أوكي. وبقى شنو عندي؟ الاي باند يبقى ثابت لان هو ثيك فيلمنت ثابت ما يتغير. وبهالحاله شنو عندي؟ اذا صار عندي يعني كونتراكشن باقصى درجه، نشوف انه الادزون كله يختفي، شوف، اوكي. فهسه نجي نقراهن على السريع. السلايدنج فيلمنت ميكانيزم، اوكي، ان ريلاكس ستيت، بحاله الريلاكس ايش راح يصير بهذني الاي باند والاي باند والادزون؟ اوكي، بحاله انه شنو ريلاكس، ما سويت كونتراكشن بعتي، فيقول لك انه الاي باند بعتي وايدنت، بعتي واسعه، الاي باند ثابته والادزون تكون واسعه، اوكي، والمسافه ما بين الزت لاين اثنين زت لاين تكون واسعه هم، تمام. اذا سويت كونتراكشن جزئي يقول لك the actin filament have been pulled inward، يعني تنسحب للداخل، تنسحب نحو الأملاين، okay، so they overlap each other to major extent and the zit line also pulled. ليش؟ لأن الأكتين هو أصلا مرتبط بالزيت لاين، فإذا انسحب اللي يسمونه الأكتين الزيت لاين الزيت شبيه هم ينسحب، also pulled by actin filament and of the myosin filament. so الآي باند شو حيصير بيها؟ حسب بها نورد حتتضيق، الاي باند شبيها حتبقى ثابتة، والاتش زون شبيها حيصير بها نورد هم تضيق، والمسافة بين تو زيت لاين شبيها حتقصر مثل ما وضحنا، اوكي. اذا صار عندي فول كونتراكشن شبيها the sarcomere is completely contract، اوكي، يعني صارت اقصى شيء maximal. الاي باند والاتش باند شبيهن حيختفن، لأن يعني بعد ما أقول إن هي وحدة تصل بالثانية، هنا شوف شنو عندي، هنا لا عندي صار هاي بالمصل، لا ماكو مسافة لأن وحدة داخلت ويا الثانية، شوف هاي هنا داخلت وهاي داخلت، ما عندي يسمونه الآي باند لأن آي باند والثين فيلمنت، والثين فيلمنت كله تغطى بمن؟ بالثيك فيلمنت، فالأتش زون والآي باند كلها حتختفي، تمام تمام. هسه راح نقرأ مكتوب بالملزمة عن الإكسايتيشن كونتراكشن كابلينج، اوكي. هاي الصورة يعني كلش مهمة وحلوة، توضح الفكرة اللي شرحتها بالبداية، فيعني حاولوا تقروها وتعتبر هي كمراجعة، يعني هي يعني ماخذة كل الحالة، اوكي، مالتها. فنقرا ايش مكتوب. الاكسايتيشن كونتراكشن كابلينج، اوكي، الاكشن بوتنشال، الاكشن بوتنشال ان ذا مسل سيل ميمبرين ار بروبوجيتد تو المن تي تيوبيول باي ذا سبريد اوف ذا لوكال كورنت. قلنا شنو هاش يصير عندي بهاي الصورة؟ قلنا يصير عندي اكشن بوتنشال، وين حيمشي؟ حيمشي بالتي تيوبيول، وراش قلنا يفتح الدي اتش بي والار واي ار، اوكي. ف نكتبها الديبولاريزيشن اوف ذا تي تيوبيول، مين يوصل موجات الديبولاريزيشن للتي تيوبيول ويل تريجر ذير فولتج جيتد كالسيوم شانل،
نركز على شنو؟ فولتج تقابل الدي الداي هايدروبيريدين ريسبتر. اوكي وين موجوده؟ عشان نجي الداي هايدروبيريدين ريسبتر هو عباره عن شنو؟ عباره عن فولتج جيتد كالسيوم شانل. فولتج ركز على كلمه فولتج وين موجود؟ موجود بالتيوبيول تو اندرجو تو كونفورميشنال تشينج، يعني حيتغير الشكل مالته مال هذا الريسبتر. هذا الريسبتر من حيتغير الشكل مالته بسبب وصول الديبولاريزيشن ويف اليه، شو راح يسوي؟ حيأثر على ريسبتر ثاني. هذا الريسبتر هو ميكانيكال اوكي اللي شو اسمه كده كوز ميمبرين شانل اوف ذا ساركوبلازميك ريتيكولم اوكي يسمونه كالسيوم ريليز شانل. حيفتح قناه ثانيه موجوده، وين هالقناه؟ موجوده بالساركوبلازميك ريتيكولم اوكي تو او يسمونها راينودين ريسبتر الار واي ار تو ريليز از ستورد كالسيوم. من تفتح الار واي ار او راينودين ريسبتر اللي موجوده وين؟ موجوده بالساركوبلازميك ريتيكولم، عباره عن شنو؟ عباره عن ميكانيكال جيتد شانل اوكي. وظيفته وين موجوده؟ انه من تنفتح حتطلق عند الكالسيوم باي باسيف ديفيوجن انتو ذا انتراسيلولار فلويد. وين حيروح؟ يروح الانتراسيلولار فلويد باي باسيف ديفيوجن، معناه شنو؟ معناه تركيزه داخل الساركوبلازم كريتيكم اكثر من تركيزه داخل الخليه. فايش حيصير عندي؟ حيصير عنده باسيف ديفيوجن، والكالسيوم وين حيروح؟ حيروح الى داخل السيتوبلازم resulting in increase of the intracellular calcium. اوكي هاي الصوره توضح. cause the opening of another type of calcium release channel in the membrane of SPR يسمونه calcium induced calcium release. هاي شنو معنى calcium induced calcium release؟ يعني انا خلنا اوضحها بهاي الصوره بالرسم. هذا هنا منفتحه الار واي ار اوكي والار واي، اكو عندي بوابه ثانيه هنا موجوده. هاي البوابه الثانيه تتحفز اذا اكو كالسيوم اوكي، فمن يجي كالسيوم الها حتتحفز وتنفتح البوابه الي. من تفتح البوابه تطلق؟ تطلق كالسيوم. فيسمونه كالسيوم انديوس كالسيوم ريليز اوكي، يعني تساعد كل ما يعني تصير عمليه الكونتراكشن. مو راح قلنا هاي البوابه الار واي ار حتنفتح وتطلق كالسيوم، هذا الكالسيوم شو يسوي؟ حيفتح بوابات بعد اضافيه، عمود الكالسيوم يطلع بكمية أكبر، فهي بس يعني مجرد زيادة بالسرعة. أوكي يسمونها؟ يسمونها كالسيوم induced كالسيوم ريليز ميكانيزم. كالسيوم bind to troponin C، لأن كالسيوم من حيرتبط؟ حيرتبط بالتروبونين، يا جزء من تروبونين، تروبونين C اللي هو الكالسيوم سايد مالته، causing conformational change، حيتغير شكل هذا التروبونين in the troponin complex. اوكي binding site are uncovered for each troponin molecule bind calcium. انه يقول لك انه اكو مكان فارغ لها. ايش راح يصير هسه؟ معناها من صار عندي هذا التغيير والكالسيوم مرتبط بالتروبونين، ترو مش راح يسوي؟ حيوخر المن قلنا شنو؟ حيوخر التروبومايسين. فمن وخر التروبومايسين الاكتيف سايد مال اكتين صار بي شنو؟ صار بي uncovered، انه صار ما متغطي بشيء، ولهذا المايوسين حيرتبط، يقدر يرتبط. بس المايوسين ما دام مرتبط بالاي تي بي فهو ديتاتش. لازم شو يصير؟ المايوسين اي تي بيس، هذا انزيم، شو يسوي هذا الانزيم؟ سبلت الاي تي بي، يقسم او يجزئ الاي تي بي بروفايدنج انرجي فور روينج باكورد موشن. شو راح يسوي؟ حيرجع لورا. اول شيء سويت انا حللت الاي تي بي، لمن حللته الى اي دي بي زائد ان بي اي. هاي شو راح نسوي؟ حترجع على ورا باكورد موشن اوف ذا مايسن هيد. اوكي شو يصير؟ بيرميت اوف مايسن هيد تو فيرملي اتاتش، يرجع لورا ويرتبط بمن؟ يرتبط بالاكتين. فيرملي اتاتش يرتبط بقوه اتسيلف تو من؟ تو ذا اكتين بايندينج سايت اند ذا هيد ويل بايفوت. البايفوت هو نوع من انواع شلون الجوينتات اللي يصير بفليكشن اكستنشن. اوكي البروديوسينج شو حيصير ورا عندي؟ حيصير عندي بروديوسينج باور ستروك، قوه اسمها الباور ستروك. هاي الباور ستروك شبيه ذات بول ذا اكتين اوكي، راح تسحب الاكتين نحو الام لاين اند ذير فور ذا انتاير ثين فيلمنت. وبالتالي ما دام سحبت الاكتين معناه الثين فيلم كله انسحب. اند ذا بوند اوف الفوسفيت او الاورجانيك فوسفيت از ريليز. قلنا الباور ستروك امتى تصير؟ يصير عندي من يصير ريليزنج بمن؟ بالاورجانيك فوسفيت.
اوكي ايش راح يسبب له هاي البورسي؟ سوي لي سويفلينج. سويفلينج يعني يتقدم للامام. اوف ذا اكتين فيلمنت ان بتوين ذا مايوسين فيلمنت ميني مايوسين هيد ار سويفلينج. اوكي صورة تلقائية. on the bond of ADB is raised. من تنتهي هاي العملية مال السويفلينج والأكتين كله يتقرب، شا حيصير؟ لازم أسوي له ديتاتش للمايوسين. فش لازم أسوي؟ لازم أحرر الADB. أوكي هاي بنهاية عملية الباور ستروك. صار بالADB، صار بالADB ريليز. أوكي شا حيصير لو عمود أسوي له ديتاتش؟ لازم أربطه بATB عمود صار عملية الديتاتش. At the end of the swivel, نهاية السويفلينج، أوكي نهاية هذا التقدم مالته. Another ATP molecule become bound to the myosin. ما دام ارتبطت الATP بالمايوسين شو معناها؟ معناها causing release. حيصير بي detach من للهيد مال المايوسين. Return of the head to normal state under attachment to the actin. إذا وحيرجع يسوي إعادة ارتباط بي. أوكي إذا موجود الكالسيوم. The myosin head then should be حصل بي سويفل باك، حيرجع لورا بعد أكثر. أوكي إذا كان رقم واحد مرتبط برقم اثنين، فرقم واحد هذا المايوسين بيما حيرتبط، حيرتبط برقم ثلاثة. وبالكونتراكشن جاي بيما حيرتبط رقم واحد، حيرتبط برقم أربعة الأكتين. فهكذا نفس يسوي، حيسوي لي عملية السويفلينج. The ATP break to the ADP زائد الفوسفيت والكروس بريدج again bind to an actin molecule، كلها إعادة. As a result, the head is once again bound firmly. من إذا صار عندي الـ ATP والأورجانيك فاسفيت يرجع لورا ويصير بي firmly attached. أوكي بالأكتين مولكيول. وش يصير؟ further back يرجع أوكي on the film. حيرجع أكثر من الحالة الأولى. قلنا أوكي إذا كان بالحالة مرتبط برقم اثنين حيرتبط بالوراها بين برقم ثلاثة. Once the head attached to actin بس يتصل الأكتين شو حيصير؟ حيصير عندي cross bridge. وهذا الكروس بريدج حيصير بي سويفل. ذا سويفل ايش معناه؟ شنو معناه؟ انه حيطلق الاورجانيك فوسفيت. ذوس ذا ثيك فيلمنت اند ثين فيلمنت ار اكشوالي سلايدنج. اوكي حيصير بعمليه سلايدنج، لهذا يسموها سلايدنج ثيوري. اوكي هذا برودوس تنشن. ذس ميكانيكال ايفنت يسمونها التويتش. التويتش شنو هو التويتش؟ التويتش هي عمليه الكونتراكشن مال المصل إذا أجاها واحد استيمولس، إذا أجاها استيمولس واحد من النيرف. إذا التويتش هي عملية الكونتراكشن، هاي العملية كلها مال الكونتراكشن إذا أجاها واحد استيمولس يسمونها تويتش. أوكي as this occurs the distance between the Z line and the sarcomere decrease. As sarcomere بس السركومير تقصر معناها المايوفيبرول of course gets short and the opposite the muscle fiber بصورة كاملة الخلية العضلية حيصير بيها short، وبالتالي المصل كله حيصير بيه حيصير أقصر. Each cycle of the calcium binding swiveling and sliding of the thin film produce 1% shortening in the muscle. كل واحدة من هاي الدورة هاي شرحناها، هاي الدورة السايكل الواحد أوكي تقصر من الحجم أو من الطول مالته 1%. أوكي the contraction cycle. اوكي هاي كلها اعادة. At the onset of contraction the sarcoplasmic reticulum releases calcium ions. اوكي into the sarcoplasm. قلنا ايش بي حيصير؟ حيصير الكالسيوم بالبلازما sarcoplasm بالسيتوبلازم. There they bond in للتروبونين. التروبونين شو راح يسوي؟ حيسحب او يدفع التروبومايسين away from the myosin binding site on actin. ايش معناها؟ معناها الاكتيف سايد مال الاكتين صار uncovered. Once the binding site are free مو مال اكتين the contraction cycle the repeating sequence event that cause the filament slide begin. اوكي okay. عندك contraction cycle consists of 4 steps متكونه من 4 ستبات. ال ATP hydrolyze حكينا عنها ال ADP hydrolyze. اوكي يقول لك the myosin head يحتوي هذا ال head مال myosin. اوكي يحتوي على منطقة تحتوي على الـ ATP مثل ما قلنا، وتحتوي على إنزيم اسمه الـ ATPase. أوكي هذا الـ ATPase يسوي يسوون الهيدرولاز. The myosin head include الـ ATP binding site ويحتوي على الـ ATPase. هذا الـ ATPase هو عبارة عن إنزيم that hydrolyze الـ ATP حول المن إلى ADP يسمونه adenosine diphosphate and inorganic phosphate. أنا أقول organic هي inorganic phosphate group. This hydrolyzed reaction reorient and energize the myosin head. Okay,
حيسوي تغييرات وإعادة تنظيم بهم المايسن هيد. Notice that the product of ATP hydrolyzed ADP and phosphate group are still attached to the myosin head. إذن الـ ADP والـ unorganic phosphate شبيهن يبقى متصلات بالهيد ماي المايوسين، يعني ما راح يصير بهن ريليز، أوكي بعدين يصير بهن ريليز، بس هاي الحالة مال الهيدرولايز حيبقى ملتصق بيمن ويبقى ملتصق بالهيد ماي المايوسين. الاتاتشمنت اوف مايوسين تو اكتين فورم الكروس بريدج، اذا واحد ثاني شنو هو الكروس بريدج؟ الكروس بريدج شنو هو؟ من يتصل المايوسين بالاكتين. ذا انر جايز اوكي مايوسين هيد اتاتش تو ذا مايوسين بايندينج سايت اوكي اون اكتين، حيتصل بهم بالاكتيف سايت او بالمايوسين بايندينج سايت مال اكتين، المايوسين حيرتبط بالاكتين. اند ريليز ذا بريفيسلي هايدرولايز فوسفيت جروب، ومن حيسوي الريليزنج من ريزق الفوسفات، إذا سوى ريزق الفوسفات حيصل صار عندي اسمه قوة اسمه الباور ستروك بالجاية. When the myosin head attach to actin during contraction they refer to as شنو؟ cross bridge. الباور ستروك after the cross bridge form the power stroke occur during the power stroke the site on the cross bridge where ADP is still bound. بعملية الباور ستروك بدايته من صار عندي سويفلينج ال ADP يكون متصل اوكي. As a result, the cross bridge rotate and release the ADP. من يفتر هذا الميوسين وسوي rotation أو يسوي قلنا شلون الفليكشن ويقرب للنص وينتهي عملية السويفلينج حيصير عندي ريليز بمن بالADP. The cross bridge generate force and rotate toward the center of sarcomere. Okay, sliding the thin filament past to the thick filament toward the M line. The detachment of the myosin from actin. شو كيصير عندي detachment إذا ارتبط الـ ATP. At the end of the power stroke, the cross bridge remain firmly attached to actin until it bind another molecule of ATP. As the ATP bind, بس يرتبط الـ ATP. كنا هاي ملاحظة مهمة. بس الـ ATP bind to the myosin head. The myosin head شو يصير بي detach. وهاي قلنا نقصوا عليها. Okay. The contraction cycle repeat of myosin ATP hydrolyzed حتنعاد هاي السايكل قلنا كل ساعه هي عباره عن سايكل newly bound molecule of ATP and continuous as long ATP كلها عاده available اذا اكو كالسيوم near the thin filament is sufficiently high اذا كان عالي. The cross bridge can keep rotating back and forth okay ترجع هاي الكروس بريدج اللي هي المايوسين يرجع لورا ويتقدم لقدام اوكي ايش بولينج ذا ثين فيلمنت توارد الباور ستروك انه حيدفع او يسحب الثين فيلمنت نحو من نحو الام لاين. ايتش اوف 600 كروس بريدج ان وان ثيك فيلمنت اتاتش اند ديتاتش اباش جيت 5 تايم بير سكند. ات اني وان انستانس سم اوف ذا مايوسين هيد ار اتاتش تو اكتين فورم كروس بريدج اند جينيتيك فورس اند اذر مايوسين هيد ار ديتاتش فروم اوكي اذا يعني من اكو وحده من مايوسين يصير عندي بها كروس بريدج وبها وحده سويفلينج فعندي وحده ثانيه ايش بيها جاي يصير بيها شنو جاي يصير بيها ديتاتش اوكي. الميكانيزم اوف ريلاكسيشن شلون يصير عندي ريلاكسيشن افتر ذا كونتراكشن از كومبليت اوكي سويت الكونتراكشن وبعد راح عندي شلون حيروح خلنا اوضحها على السريع. من سويت الكونتراكشن شلون يعني شو وقت يصير عندي ريبولايز عن طريق شنو عندي قنوات البوتاسيوم وهاي قنوات البوتاسيوم شو راح اسوي حطلع البوتاسيوم للخارج معناها حترجع لي سالب اوكي يعني جاي تخلص من شحنات موجبه فالداخل يصير سالب ما دام صار سالب فهاي كلها تنلغي تنسد الدي اتش بي وتنسد الار واي ار اوكي فايش حيصير عندي الاشاره حتنزل لمن تنزل للسالب ريبولايزيشن تمام فبهاي العملية إيش حيصير بيها؟ يقولك أول شيء بهاي العملية after contraction is complete ولا ما كمل contraction وطلع عند الكالسيوم البوتاسيوم للخارج أوكي وصارت الخلية repolarized حيصير بالكالسيوم the calcium combined with troponin إيش حيصير بي؟ صار بي detach. إذا صار بي detach معناه شنو؟ معناها التروبومايسين حيسد الأكتيف سايد أوكي recollected back هذا الكالسيوم حيطلع منين من التروبونين ويرجع وين يرجع للساركوبلازم ريتيكولوم عن طريق بوابة او ريسبتر شو يسمونه كالسيوم اي تي بيس ليش لان
ليش اي تي بيس؟ معناه يستهلك طاقه، لان حيرجعه عكس الكونسرتيشن مالته، من التركيز الواطي يودي للتركيز العالي. بوم تو ستورد ان ذا سيستم، وديها وين؟ للسيستم اللي هي بالساركوبلازم. كالسيوم كونسرتيشن ان ذا ساركوبلازم فول داون، معناه شو معناه؟ التروبومايسين شبي ريبليس باك تو اتريستينج بوزيشن تو كفر اكتيف سايت اوف اكتين، حيغطي الاكتيف سايت مال اكتين، بالتالي شبي المايسين؟ المايسين ما راح يقدر. The head of myosin get charged with ATP. المايوسين هيد بحالة الريلاكسيشن وين متصل؟ متصل بالاي تي بي. ما دام متصل بالاي تي بي معناه معناها دي تاتش. اوكي هاي ركزوا بيها كلش مهمة. The charging with ATP disconnect from the active site of actin. The myosin head cannot reconnect. ما يقدر يرتبط بمن والاكتيف سايد مال اكتين، because their site are covered by شنو؟ by tropomyosin. The actin filament are يسمونه disengage. الاكتين فيلمنت شبيه صار بيه disengage from the myosin filament with elongation of the sarcomere and the cortical of the wall muscle. ايش حيصير هنا؟ هنا انا مو قربتهم بهاي الصوره، هنا بهاي الصوره اوكي، انا قربتهم بهالحال. مين يصير عند relaxation state؟ حينفصل الاكتين عن المايوسين. من ينفصل؟ هاي هنا عبارة عن إلاستيك فايبر. شلون إلاستيك؟ من تمتها وبعدين ترجع. فما دام عندي قوة السحب، ما دام عندي باور ستروك تسحبها نحو الام لاين، هاي الإلاستيك فايبر شو حسوي؟ حترجعها للشكلها الطبيعي، يعني يصير بيه إلونجيشن للعضلة، فترجع لطولها الطبيعي. أوكي وهاي بس. آخر شيء هذا يعني هي حالة مو مرضية، لا حالة اسمها ريجر مورتيس. هاي ريجر مورتيس شنو سالفتها؟ انه شافوا بعض الناس من يموتون اوكي، وبعد الوفاة انه ميت اوكي، انه بعت العضلات بحالة كونتراكشن اوكي، حالة ما العضلات بعتها كونتراكشن. شو شوف هذا؟ هذا بعت شنو؟ حالة كونتراكشن، الايد مالته مرفوعة اوكي. ما ليش؟ هسه بعدين نشرحها. وهاي لاحظوها اكثر شيء بالحروب، لان اكو مرات بالحروب فمن واحد جندي يموت ينقتل اوكي، حيبقى لازم بالسلاح اوكي، يعني حاط صبع على الزناد. فمرات الناس من يعني تنتهي الحرب او تفتش على الجثث شو يسوي؟ يسحبون السلاح من عنده ظنهم انه ماكو كونتراكشن، فهو حاط اصلا اكو كونتراكشن، فحاط صبع على الزناد، ف يعني مين يسحبونه يرمي المسدس واحتمال يموت الشخص الثاني، يعني اللي حاول يسحب المسدس من عنده. ليش؟ لأنه هو لازم المسدس بكل قوة ما يعوفه، وحاط صبع على الزناد بسبب هاي الحالة اسمها ريجر مورتيس. أوكي هاي ريجر مورتيس هي شنو؟ هي rigidity of the body، يعني الصلابة من الجسم، الجسم يصير صلب أو أنه ما يصير بريلاكسيشن، يعني الجسم كله بكونتراكشن. caused by muscle contraction after death، بعد الموت، from chemical change with the muscle tissue. هذا يشتغل وين؟ start in all muscle at the same time، كل العضلات يصير بنفس الوقت. but is first notice، وين تلاحظ أول شيء؟ بالsmall muscle، يعني هي أصلا حجمها صغير فبسرعة تبين بيها. مثل منو؟ مثل عضلات الفيس، النيك، اللور جو، الهاند and الفيت. هذا سببه شنو؟ سببه انه بعد الموت الـ ATP مالتي حيقل. ما دام الـ ATP مالتي قل معناها شبيه؟ معناها ما راح يتصل بالمايوسين هيد. ما دام انه ما متصل بالمايوسين هيد اوكي، معناه ما دام متصل بالمايوسين هيد معناه هو وين اتاتش؟ اتاتش ويا الاكتين. ما دام ما عندي اي تي بي يرتبط، فحيبقى المايوسين متصل بالاكتين. قلنا احنا شو وقت ينفصل الاكتين عن المايوسين؟ ينفصل الاكتين عن المايوسين اذا عندي اي تي بي ارتبط بالمايوسين. ما دام هو اصلا عندي نقص بالاي تي بي، فحيبقى المايوسين مرتبط بمن؟ بالأكتين. result from a lack of ATP to break the binding actin and myosin. ما دام ما عندي ATP فالرابطة بين الأكتين والمايوسين ما راح يعني تنكسر، لا حتبقى موجودة. thus leaving the muscle in contraction state. أوكي الهاي يعني البيك مال rigidity مقدار 12 ساعة، يعني أعلى وقت الهش قد 12 ساعة. وراها هش بيه حترجع الاكتين والمايوسين حيتدمر، يعني بريك داون،
فيرجع الإنسان الحالة الطبيعية إنه يرجع لحالة الريلاكسيشن. ليش؟ أصلاً الأكتين والمايسين دمرت ورا 12 ساعة. أوكي. وطبعاً تبدي بالعضلات تبين، أو تبين بالعضلات الصغيرة يعني بالعكس.